يسعدنا أن نكون في رحاب هذه الجامعة الأصيلة، سيما وقد أعلننا قبل فترة بسيطة عن انتهاء أزمتها. اليوم نضع النقاط على الحروف أو المزيد من النقاط على الحروف من خلال تتويج جهدنا في رحاب هذه الجامعة عبر دعوة مجلس التعليم العالي للالتئام لأول مرة في قطاع غزة بعد الانقسام المشؤوم. اليوم الجامعة تستضيف رؤساء الجامعات وتستضيف البقية من لم يستطيعوا الدخول لقطاع غزة عبر وسيلة الاتصال المرئي المباشر، والهدف بصراحة أن يكون لهذه الجامعة كما العادة العلامة الفارقة في عالم التعليم العالي. لدينا مجموعة من الخطوات التي أعلننا عنها، كان آخرها توقيع الاتفاقية الخاصة بالبحث العلمي. المزيد من الخطوات إن شاء الله ستتبع لصالح هذه الجامعة، ولا أخفي قولا بأنه الأنانية تجاه الجامعة الحكومية واجب وطن، وبالتالي نحن ننهض بالقطاع الخاص بالتعليم العالي. قلنا بأنه هذا العام سيكون عام التعليم العالي، ولكن سيكون التحيز أكبر للقطاع التعليم العالي الحكومي، خاصة وأنه لدينا بعض التجارب والأفكار التي نريدها أن تنجح في جامعاتنا قبل أن نشرع بتطبيقها في بقية الجامعات.